السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على أفعال وأضدادها بالفرنسية. فغنقدم لكم 30 فعل وضده باللغة الفرنسية من أهم الأفعال اللي كيخصكم تعرفوا. فلنبدأ على بركة الله. فأولا الفعل يتكلم هو parler. parler ضده يسكت أو se taire. se taire. parler ضده se taire. يحب aimer. aimer ضده يكره أو détester. détester. aimer ضده détester. يقبل accepter. accepter ضده يرفض أو refuser. refuser. accepter ضده refuser. يقبل accepter ضده يرفض أو refuser. يولد naître. naître ضده يموت أو mourir. mourir. donc naître ضده mourir. يولد يموت. naître mourir. ينجح réussir. réussir ضده يفشل أو échouer. échouer. donc ينجح réussir ضده يفشل أو échouer. échouer. يصعد monter. monter ضده ينزل أو descendre. descendre. يصعد monter ضده ينزل أو descendre. monter descendre. يدخل entrer. entrer ضده يخرج أو sortir. sortir. entrer يدخل sortir يخرج. يشتري acheter. acheter ضده يبيع أو vendre. vendre. donc acheter يشتري أو vendre يبيع. acheter ضده vendre. يعطي donner. donner. فانتبهوا بالنسبة لدوني كنكتبوها بدوزين. دوني ضده يأخذ أو prendre. prendre. donc يعطي دوني ضده يأخذ أو prendre. يجد trouver. trouver ضده يفقد أو perdre. perdre. donc trouver ضده perdre. trouver يجدو و perdre هي يفقدو. يضحك rire. rire ضده يبكي أو pleurer. pleurer. donc rire هي يضحك ضدها يبكي أو pleurer. يذهب aller. aller ضده يعود أو revenir. revenir. يذهب aller ضده يعود أو revenir. aller revenir. يبدأ commencer. commencer ضده ينهي أو finir. finir. commencer يبدأ ينهي finir. donc commencer ضده finir. يعرف savoir. savoir. savoir ضده يجهل أو ignorer. ignorer. donc يعرف savoir ضده يجهل أو ignorer. donc savoir ignorer. يصل arriver. arriver ضده يغادر أو partir. partir. arriver يصلو يغادر partir. يملأ remplir.
remplir ضده يفرغ أو vider donc يملأ remplir يفرغ vider remplir ضده vider يزيد augmenter ضده ينقص أو diminuer فهنا diminuer كتعني ينقص أو يخفض أو يقلل يخفف فكلهم كيعنيو diminuer وضدها augmenter أو يزيد يتذكر se rappeler ضده ينسى أو oublier donc se rappeler يتذكر ينسى oublier يطيع obéir ضده يعصي أو désobéir donc يطيع obéir ضده يعصي أو désobéir يدفع pousser ضده يسحب أو tirer donc يسحب tirer يدفع pousser يبني construire ضده يهدم أو détruire donc construire يبني ضده détruire اللي هي يهدم يرتب ranger ضدها يبعثر أو déranger فأنا ranger يرتب ضدها يبعثر أو déranger كنضيفو دي في أول كلمة دي أكسون في أول كلمة فيصبح العكس اللي هي يبعثر يتقدم avancer ضدها يتراجع أو reculer يتقدم avancer يتراجع reculer donc avancer ضدها reculer ينظف nettoyer ضدها يوسخ أو يلطخ salir nettoyer salir يصلح هي réparer ضدها يكسر أو casser donc réparer يصلح casser يكسر يسمح autoriser ضدها يمنع أو interdire autoriser يسمح يمنع هي interdire donc autoriser ضدها interdire يقترب s'approcher ضدها يبتعد أو s'éloigner donc s'approcher يقترب ضدها يبتعد أو s'éloigner يرفع lever ضدها يخفض أو baisser فbaisser كنكتبوها بدوز اس يرفع lever يخفض baisser فlever ضدها baisser يشعل أو يضيء allumer فallumer كنكتبوها بدوز ال allumer ضدها يطفئ أو éteindre فallumer ضدها éteindre يطفئ allumer يضيء يبلل mouiller ضدها يجفف أو ينشف sécher فيبلل هي مويه ضدها يجفف أو سيشي
وبهذا كان وصلوا لنهاية الحصة، تعرفنا فيها على 30 فعل وضده باللغة الفرنسية. فذكرت لكم أهم الأفعال اللي كيخصكم تعرفوا باللغة الفرنسية. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه، فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، وما تنساوش جيم أو لايك الفيديو فهذا كيشجعني، واشتركوا في القناة لما كنتوش مشتركين قبل، ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.